احنا ممكن نعبر عن نفس الحاجة هي اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية، ممكن اعبر عنها بحاجة اسمها كروس سكشن. الكروس سكشن ده بيقول لي ان انا بدل ما هعبر عن الايكويجن بتاعتي ان هي في ميو اس في دي زي مثلا ولا حاجة، لا انا هتخيل ان انا عندي الفوتون بتاعي ده بيعدي في سيرفيس او بيعدي في ماتيريال فيها جزء بيعدي الفوتونز وفي جزء ما بيعديش الفوتون. اوكي، فبيسكلي الانتراكشن بتاع الفوتون ذات ماتر طبعا از ستاتستيكال، يعني بيبقى حاجه محسوبه بشكل احصائي ما هياش حاجه اكزاكت. بس كروس سكشن اللي هو السيجما ده is an effective area proportional to the probability that an interaction takes place. بمعنى لو تخيلت ان في عندي two materials، واحد فيهم بيبقى يعني بيعدي معظم الويفز، واحد فيهم لا بيبقى في عنده اتنيويشن اكتر بكتير، بعتبر الجزء اللي هو النقطه السوداء دي ان معناها ان الاريا بتاعتي او الجزء اللي هو ما بيعديش هو الجزء اللي في النص ده بس، وبقيه الفوتون الثانيه بتعدي. انما لو كانت حاجه بالشكل ده هيبقى عندي الجزء الاسود ده اللي هو ما بيعديش الفوتونز، والجزء الابيض هو اللي ايه هو اللي بيعدي. فمعنى كده هلاقي ان الاتنيويشن بتاع ده بنتكلم على ان هو 12 مره قد الاتنيويشن بتاع ده. اوكي، فده عباره عن طريقه بس يعني عشان بس ابقى ايه ابين نفس الاتنيويشن بشكل يكون مور اور ليس، يبقى ايه يبقى اقرب شويه لان هو يكون انتويتيف. ممكن البعض مننا يتساءل ليه الاتنيويشن شكلها اكسبوننشال، هي مش ممكن افضل ان هي تكون لينير؟ مش المفروض ان احنا عندنا كل اللايرز بتاعت الماتيريال كلها زي بعض؟ طب ليه ما يعني ما تبقاش لينير مع الزي مع الثيكنس زي؟ ليه ما يكونش مثلا كل ما الاليمنت بتاعنا اللي هو بيأتنيويت ده كل ما نكبر السايز بتاعه دبل، ليه الاتنيويشن ما بقاش دبل؟ فتو انتربريتيشنز هنتكلم عليهم في الجزء دوت. أول واحد إن basic number of particles remaining in the beam that have undergone no interaction decreases as the target becomes thicker. يعني إيه؟ يعني بتكلم مثلا إن أنا أول layer دخلها الـ full n photons، يعني n photons جاي لي دخلوا لي أول layer. تاني layer بقى ما جالهاش n photons، لا جالها أقل شوية لأن في عندنا جزء من الـ photons دي حصل له interaction في أول layer. فمعنى كده إن هي نفسها ما بتبقاش الاتنيويشن بتاعها بيبقى يعني زي الاولانيه، يعني لو هي مثلا بتاخد جزء من الان فوتونز دي وتعمل له اتنيويشن. اوكي، لو هي الفا مثلا الفا بيرسنت مثلا، فالالفا بيرسنت هتبقى مش الفا بيرسنت من الان، لا ده هتبقى الفا بيرسنت من الحاجه اللي حصل لها اتنيويشن دي. اوكي، وهكذا كل ما بنخش ديبر كل ما التارجت بتاعنا اللي هو اللي بيعمل اتنيويشن ده becomes thicker، هنلاقي ان number of particles that are available to interact with the deeper layers is less. فمعنى كده ان هي فعليا هي نفس الالفا، هي برضو هتبقى attenuated، الفا percent هتبقى attenuated في كل layer، بس النقطة ان الان نفسها اللي بتتغير او الان نفسها اللي بتوصل عشان اللاير الاخرانية بتبقى اقل بكتير من اللاير الاولانية، فبالتالي الاتنيويشن بتاعي الافكتيف اتنيويشن يعني كام فوتون اتشالوا باخر لاير هيبقى اقل من الفوتونز اللي شايب باول لاير، فدي بتفسر الاكسبوننشال كيرف. الحاجه الثانيه برضو ان ممكن نفكر فيها بشكل مختلف شويه. بيسكلي ممكن نتخيل ان احنا عندنا الثيكر سامبل او الثيكر لايرز اللي موجوده عندنا في التارجت دي، ممكن نتخيل ان الاتومز بتاعتها اللي هي المفروض ان هي التارجت بتاعتي اللي هي بتعبر لي عن كروس سكشنال اريا موجوده، لو يعني احنا فاكرين الرسمه بتاعت الكروس سكشنال اريا دي، لو عندي تارجتس اكتر كل ما كان الاتنيويشن اكتر. لو نتخيل ان احنا عندنا في الماتريكس بتاعت الاتومز دي، الاتومز دي بتبقى محطوطه في شكل كريستلز مثلا، وفي اتومز منها بتبقى ورا اتومز تانية. فمعنى كده لو انا بتكلم على ان انا فرضا يعني حاطط اتوم وراها اتوم تانية، فلو عندي فوتون جاي اكيد هينتراكت مع الاتوم الاولانيه مش هينتراكت مع الاتوم اللي وراها في نفس المكان وراها. فمعنى كده احنا بنتكلم هنا على ان احنا في عندنا some of the target atoms in the further layers
are hidden behind others and are therefore less effective in causing new interactions. فمعنى كده ان احنا الاكسبوننشال ديكي كيرف بتاعنا مع الديستنس ده انتراكشنز بتحصل اكتر في الاول. ليه؟ لان هي دي اللي في الوش على طول. هنلاقي يعني الاتوم ساعتنا كلها اكسبوزد وكلها بتبقى كروس سكشن اريا بتاعتها بتبقى فيري افكتيف. كل ما بنخش ديبر بيبقى الاتومز دي لايكلي ان يبقى قدامها اتومز ثانيه فهي نفسها ما تبقاش فيري افكتيف. يعني لو جاي لي فوتون في الدايركشن بتاعها هيبقى مور اور ليس انتراكتد بحاجه قبليها قبل ما يوصل لها. ففعليا الافكتيف كروس سكشن بتاع اللايرز اللي ورا بتاع اللايرز اللي هي ديبر هلاقي ان هي ليس افكتيف عن اللايرز اللي كانت ايه في الاول خالص. اخر حاجه خالص نتكلم عليها في الجزء بتاع كروس سكشن ان احنا كل اللي بنتكلم عليه ده بنتكلم على سمول كروس سكشن. لازم نتكلم على الموديل بتاع السمول كروس سكشن. المشكله في اللارج كروس سكشن ان بيحصل فيه كومبليكيتد انتراكشنز. يعني ايه كومبليكيتد انتراكشنز؟ يعني ممكن ان انا اتكلم على ان انا ممكن يحصل لي مالتيبل انتراكشنز مش سنجل انتراكشن. بمعنى ممكن يبقى في عندي مثلا فرضا الاتوم او الفوتون اللي جاي لي دوت مش يحصل لي فيه بس سكاترنج، لا ده ممكن يحصل لي تو سكاترنجز. اوكي يعني يحصل سكاترنج للويف دي وبعد كده يحصل سكاترنج تاني، ففي الاخر ناند اب ان احنا الفوتون ده يجي يبقى في الدايركشن بتاع البيم الاصلي مثلا. اوكي فمعنى كده ممكن ما احسبوش ان هو حصل له انتراكشن او ما حصلوش اتينيويشن، بس هو اكشولي حصل له مالتيبل انتراكشنز مش انتراكشن واحد. اوكي فبيسيكلي ممكن ان احنا ساعتها لما يكون عن في عندنا لارج كروس سكشنز بنعمل ابروكسيميشنز، بس عامه في كل البروبلمز بتاعتنا هيبقى الكروس سكشن ما هواش كبير ريليتيف للبيم اللي جاي، فعشان كده هنقدر ان احنا نتصرف فيها مش هيبقى في عندنا مشكله. بس ناخد في اعتبارنا بس لو حصل لنا ان احنا قابلنا بروبلم فيها لارج كروس سكشن نبقى عارفين ان في عندنا مشكله مهمه جدا ان الكروس سكشن ده مش ستريت فورورد كده، مش على طول بسكيل مع الدايمنشن كده عادي، لا ده بيحصل حاجات معقده فلازم الموديل بتاعنا يبقى يعني اكوردنجلي يعني يبقى ايه يتغير.